بالنسبه للبارامترز تبعت المنزل ثيرمال هاوس خلينا نعملهم ليستنج هون، وهذول اللي بدك تدخل على الماتلاب فايل وتعدلهم. نبدا فيهم هلا هون بس حاطط هو هذه ايش؟ ايش الهدف منها؟ ار تو دي، شو ار تو دي؟ راديان تو ديجريز 180 بضرب في 180 باي، فبدل ما هو يضل يحط هذه من هون خلص بحط هذا الرقم. لاحظوا الماتلاب بيعتمد كثير على الحرق الرقم 2 اختصار لايش؟ 2 يعني هيك هذه شعبتها. اذا هذا ما لنا مش رح نعمل فيه شيء، هذا عباره عن كونستنت. نبدا من هون، هذا اللي بيهمنا. اذا بدنا نحدد هاي البارامترز اللي بتهمنا في هذا المنزل، رح ناخذ هلا هو مسميها لين هاوس، نكتبها بنفس الاسم. طبعا الوحده meters width of the house و height of the house. pitch of the roof. The pitch of the roof هي الانجل. الانجل pitch of the roof. اوكي، طبعا هاي الزاوية مساوية لهاي الزاوية. هل في حاجة احدد هذا الطول؟ لا لا، صار عندي زاويتين. وفعليا شو صار عندي اذا ما صار زاويتين؟ متساوي. هاي الزاوية معروفة وهاي الزاوية معروفة، إذا هاي الزاوية معروفة كمان معروفة، مش هيك؟ بدي بس طلع واحد حتى أعرف مثلث. هاي الزاوية معروفة وهاي معروفة صفت حتى أكملها من 180، هاي الزاوية معروفة مش هيك؟ 180 ناقص 2 ثيتا. وهذا الضلع معروف اللي هو إيش؟ هذا اللي هو الويدث أوف ذا هاوس، مضبوط؟ هو بسميها الآن pitch of the roof. pit roof إيش الوحدة اللي مستعملها؟ degree. هو ماخذ degree ومحولها ل rad. للراد فإحنا رح نحطها هون degree. number of windows height of windows و width of windows ايش وحدتها؟ هاي فورمولا ما راح احدد لها. اوكي، هاي الويندو اريا شو عمل؟ اخذ نمبر اوف ويندوز ضربهم بالهايت لكل ويندو والويدث لكل ويندو، مش هيك؟ اعطتنا مساحه الويندوز. الوول اريا اخذ تنين في اللينث اوف ذا هاوس ويدث اوف ذا هاوس زائد ويدث اوف ذا هاوس هايت اوف ذا هاوس، لانه تنين، لانه في واحد امامي وواحد خلفي وواحد جانبي. وبعدين اخذ الاريا تبعت لها عشان حسب هون بي، هذا الطول هذا سميناه احنا هون بي. ايش عندنا بعدين بارامترز؟ كي للوول، هاي نقطة مهمة هلا بنحكي عنها. وكي للوول هي هون شايفين اور از ذا تايم يونت، ولأنه أنا عارف إنه اور از ذا تايم يونت شو عمل هون؟
بتضرب 3600. متذكرين اللي حكيت لكم عنه انه اساس الزمن تبع هذا الموديل هو ساعات، ولانه اساس الزمن تبع هذا الموديل ساعات لازم اتاكد اليونتس اللي احطها تكون صحيحه. هلا هون بالنسبه ل 3600 هاي اللي هي بير متر، هذه هي الثيرمال كوندكتيفيتي. ايش راح تعتمد الثيرمال كوندكتيفيتي؟ على الماتيريال. جوج بير سكند هي واتس، وهاي الكي كابيتال كي. شو الكابيتال كي؟ سمول كي كيلو. كابيتال كي كيلو، لذلك ما استعملنا الكيلو، ما استعملناها كابيتال كي. طيب بس سؤال، ما بدنا كابيتال كي ايش؟ الكي كلفن. يعني اللي هي مساويه لسلسيوس، نفس هي كوحده مساويه لسلسيوس، بس متذكرين حكينا انه زيرو كلفن هي ناقص 273 سلسيوس. هلا هاي انت بدك تحدد شو الماده اللي بدنا نستعملها، وحسب الماده اللي بتبدا تستعملها منها بتحدد بدك تطلع هدول من الجداول اللي هي thermal conductivity of the material. هاي بتحكي لي قديش مقدار عزل الماده اللي استعملناها. اوكي، اذا انا استعملت ماده مثلا ريد بريك، طلعوا لي ريد بريك، حد يطلع مثلا ريد بريك، طلع مثال قديش الثيرمال كوندكتيفيتي للريد بريك. الطوب الاحمر مثلا هلا في عندي كمان سماكه الحائط، ما بعرف ليش هو مستعملها ال، كان ممكن يستعملها دبليو. خلينا نحط هذول نكتبهم جنبهم. من نص، انا طلع معي نص لواحد وات بير متر. تمام، نص الى واحد وات بير متر بير كلفن. مثلا ماده ثانيه طلع خشب، مثلا خشب ثيرمال كوندكتيفيتي للخشب. لاحظوا هاي كوندكتيفيتي مش ريزستيفيتي. 12% كيلو وات، 12% 0.12 يعني. تمام، وات بير متر بير كلفن. ناخذ ماده عازله مثلا، ايش في ماده عازله مثلا؟ الهواء 0.024. 0.024 ممتاز. فانت بدك تحدد الماده اللي بدك تستعملها، بدك تصير تجربوا مواد مختلفه. ال وول هي طبعا هذه thickness of the wall. تتذكروا لما حكينا امبارح ايش حكينا thickness of the wall؟ ايش المثال اللي اعطيتكم اياه؟ حكينا عن سماكه هذا العمود. تقريبا قديش 20 سنتيمتر؟ تقريبا 20 سنتيمتر. قديش هو مستعمل هيك؟ مستعمل 200 مليمتر، 20 سنتيمتر. قديش سماكة الزجاج تقريبا رح تكون بتتوقعوا؟ هلا بنشوفها كمان شوي تحت. 3 مليمتر اظن، 5 مليمتر، بتبدا من 5 مليمتر. هلا بنشوف. ار وول هذه حساب، ما في حاجه انت تدخله، راح ينحسب هون، راح يحسب الثيرمال ريزيستنس. لاحظوا احنا عندنا هون الكوندكتيفيتي، بدي احول من كوندكتيفيتي لريزيستيفيتي، شو بعمل؟ واحد على. اوكي؟ اذا هاي ثيكنس اوف ذا وول، هذه هون هايت اوف ذا ويندو. هاي ويدث اوف ذا ويندو.
هاي الثيرمال كوندكتيفيتي. عدد الشبابيك هاي البيتش اوف ذا هاي اللي وضحناها هون لينث ويدث ودب هاي هم دول اللي هم هاي لينث ويدث هايت هاي ثيتا البيتش هي البيتش هاي كده. ايش ضل عندنا بارامترز اخرى هاي الجلاس شوف الجلاس هون اكثر مما توقعنا قديش هو معتبر معتبر الجلاس ثيكنس 10 مليمتر هيها الويندو اوكي اعتبرها 10 انا 10 حاسس كثير بس بعرف اذا هو معتبره دبل جليزنج وماخذ الثيكنس كلها بس هو معتبرها 10 مليمتر من هون فخلينا نحط هون الويندو ثيكنس اوف ذا جلاس طبعا thickness of the wall بدها تكون بالامتار مش هيك الوحده هون متر بعدين راح ناخذ ال window thickness of the of the glass هذه الجلاس ثيكنس هون معتبرها مثلا 10 ملم هذه كمان هون حسابات هلا هون في هذا عامل مهم تتذكروا لما حكينا انا برفع درجه حراره المنزل شو اللي برفع درجه حرارته الهواء فلازم اعرف بالنسبه للهواء قديش بنسميها سبيسيفيك هيت كاباسيتي كم جول بدي هي طلعوا الوحده جولز بير كيلوغرام بير كلفن يعني كم جول بدي حتى ارفع درجة حرارة كيلوغرام واحد من هاي المادة درجة مئوية واحدة، هاي اسمها specific heat capacity. specific heat capacity والرمز اللي هو مستعمله لها هون C. ماخذوا هذا الرمز استعملناه K small K. هيا. هذا استعملنا له رمز small k هذا استعملنا له رمز small c اللي هو وحدته راح تكون جولز per كيلوغرام per كيلو مثلا طلعوا مثلا للمي specific heat capacity of water شوفوا قديش القيمة بتطلع قديش توقعوا تكون إذا عندي كيلوغرام واحد من المي حتى أرفع درجة حرارته درجة مئوية واحدة صفر فاصلة زد قد إيه؟ المي حرارته 20 سلسيوس صفر فاصلة زد كاتبين 4200 لازم 4182 تمام إذا هون عندي حسبت؟ تفضل أنا الثيرمال كوندكتيفيتي لا انت رحت على هاي رحت على هاي الكي انا بدي السي ما بدي انا عزلها للهاي انا حتى ارفع درجه حرارتها اذا سي ووتر بتساوي 4200 وقديش بالضبط 4182 شوف الوحده جولز بير كيلوغرام بير كلفن يعني لو عندك لتر مي قديش وزن لتر المي تقريبا او كتلته حتى تكون دقيقين لتر المي قديش كتلته؟ 1 كيلوغرام حتى ارفع درجة حرارته درجة مئوية واحدة بدي 4200 جول تقريبا. اوكي تمام؟ فهون احنا بس احنا هون عندنا مي هواء عفوا، الهواء قديش الوحدة؟ هلا الوحدة اللي هو مستعملها هون او القيمة اللي مستعملها هون 1005 بس طبعا هذا بده يكون تحت ظروف معينة 1005.4 تأكدوا من هذا الرقم شوفوا عندكم على اجهزتكم. عند حرارة 300 كلفن تمام وضغط محدد الضغط ولا مش مهتم بالضغط لا تمام عند حرارة 300 كلفن قديش 1005 تمام اذا درجة حرارة 300 كلفن الـ specific heat capacity لـ
للهواء 1005، في حين للمي حوالي 4200. الحديد مثلا specific heat capacity ايام، شوف هذا الحديد ايوه حنبلي ايش السؤال؟ التوب مش 4182 جول بير كيلوغرام سيلسيوس وليس هو السلسيوس هو نفسه كلفن الادق علميا، الادق علميا لما بقول درجه حراره الغرفه هاي بقول 20 سلسيوس مش هيك؟ لكن لما بقول ارتفعت درجه الحراره ثلاث درجات ايش بقول؟ لو بدي اكون علمي صحيح دقيق شو بقول؟ الكلفن. كلفن الفرق في درجات الحراره دائما المفروض علميا استعمل له كلفن. هلا لو انت قلت جول بير كيلوغرام بسلسيوس بصير بفهم عليك والكل بفهم عليك، بس علميا بشكل دقيق دلتا تي التغير في درجه الحراره هاي شو الكوتد ان كلفن. لما بقول درجه الغرفه رفعت ثلاث درجات المفروض اقول كلفن. بقول درجه حراره الغرفه يا بقول انها 20 سلسيوس يا 293 كلفن، بصير التنين هذول صحيحين التنين، اقول انها 20 سلسيوس او 293 كلفن صحيح. بس لما بقول نزلت درجه الحراره ب 10 درجات او رفعتها ب 10 درجات علميا اذا بدك تكون دقيق اليونت لازم تكون كلفن. بس دكتور لما تحكي كلفن غير لما تحكي سيلسيوس لانه ارقام مختلفه نحكي. لا لا انا هذا اللي بحكي لك اياه، الارتفاع والانخفاض. لو ارتفعت درجه الحراره درجه سلسيوس كم درجه كلفن ارتفعت؟ برضه درجه. الخطا وين بيكون؟ ما بصيرش اجي اقول درجه حراره الغرفه 20 سلسيوس و20 كلفن، هون الخطا، لاني عم بحكي عن سكيل عن ابسولوت. بس اذا بحكي عن تشينج عن ديفرنس ما بيأثر احكي كلفن او سلسيوس. تمام؟ واضحه هاي النقطه عند الجميع؟ لما عملوا الكلفن سكيل مساوي عدد درجته كحراره مساويه للسلسيوس، بس ايش اللي غيروه فيه؟ الريفرنس بوينت بدل ما يكون زيرو صار ناقص 273. ها؟ اوكي. بس اذا بحكي دلتا، دلتا تي فمقدار التغير بيكون دلتا في التمبريتشر، ممكن استعمل كلفن وممكن استعمل سلسيوس، الاصح اني استعمل كلفن، بس هدول الاثنين مساويين طبعا. اوكي تمام؟ ضل عندنا اشياء، خلينا نشوف اذا ضل عندنا اشياء اخرى. هون حاطط هو التمبريتشر تبعت الهيتر، انا ما راح اغيرها، هي كانه هون مش حاططها هو واتس، مش حاطط انها واتس، عماله بعطي انها 50 درجه 50، بس مش حاطط انها واتس، انا راح اتركها ما راح اغيرها. الدنسيتي اوف ذا اير ما راح نغيرها لانه كلنا عندنا اير، ما في حد البيت تبعه فيه اير وواحد ثاني في شيء ثاني. تمام؟ فهون الدنسيتي تبعت الاير راح نخليها 1.225، ايش قلنا وحدتها؟ كيلوغرام بير كيوبيك متر، كيلوغرام بير كيوبيك متر، فنخليها زي ما هي نفسها هون. الكوست، الكوست هون شو مستعمل هو؟ 0.09، ايش وحدة ال 0.09؟ دولار عامله دولار بير كيلو وات اور، لا كيلو وات اور هو حاطط جول هون، بس ايش حاطط جنب الجول؟ 3.6 e to the 6، وايش 3.6 e to the 6؟ اوميجا 3.6 ميجا جول، عشان تحول الميجا جول ل ميجا وات اور، فاحنا بنقول انه 3.6 اي 6 جول شو بتساوي؟ 3.6 ميجا 1 كيلو وات اور بتساوي 3.6، فهو الوحده فعليا اللي حاططها ايش؟ 9 سنت لكل قديش؟ لكل كيلو وات اور، خليها نفسها 9 سنت. وهاي الانيشال، الانيشال ليش انا عندي انيشال فاليو؟ اول ما نحط التيرباين، اول ما بشغل، اول ما بشغل السيستم لازم يكون عندي انيشال درجه ابدا منها، قديش درجه حراره المنزل اللي ببدا منها، فهذا الانيشال فاليو اللي هو 20. بدكم نحطها هون، بنحطها كمان تي انيشال، فتي حاطها تي انيشال ان سلسيوس اللي هي الانيشال تمبرتشر، انيشال هاوس تمبرتشر. ايش وحدتها؟ هون حاطتها سلسيوس. هون بكون غلط لو قلت 20 كلفن. اوكي؟ لازم اقول 293 كلفن. بس هون الدور متغيرة عبر الفصول يعني نحكي لا لا لا، انتبه ايش هو؟ ايش هاي القصد منها؟ شو القصد من هاي درجة الحرارة؟ انت لازم تبدا الموديل من درجة حرارة، البيت بأي درجة حرارة اللي بده يبدا فيها. فاهم عليك؟ ممكن يبدا من صفر. شو المنطق انه يبدا درجه الحراره لما تبدا الموديل اول ما تشغله؟ مش لازم يكون له انيشال فاليو؟ افترض انه هو 20، بدك تفترض تقدر تفترض قيمه ثانيه. اذا افترضت اقل طبعا
انه بدل موديل من اقل رح يصير تكلفه التدفئه اعلى. اذا كل يوم هو بده يبدا من صفر بده يدفي البيت من صفر ل 20 هاي بتاثر على الكوست. فهون هاي افترض هو 20 كم بارامتر عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بارامتر. حط هدول 12 بارامترز في جدول.